تصور لما أتيت إلى المسجد لصلاة الجمعة وتوضأت ولبست الشراب، أنا على طهارة. لو خلعت هذه الشراب وبقيت على طهارتي وقدماي مكشوفتان، فجاء وقت العصر الساعة الثالثة، فقلت ألبس الشراب بما أنني على طهارة السابقة من حين ما أتيت إلى الجمعة للخطبة، ألبس الشراب، أنا ما زلت على طهارة لم أحدث، يجوز لي أن ألبس هذه الشراب وأمسح عليها. لما؟ لأنني لبستها على طهارة سابقة لم أحدث، لبستها على طهارة سابقة. بعض الناس يتصور أنه لا بد أن يلبس الشراب من حين ما يتوضأ، هذا خطأ. لو توضأت وجلست لساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات وأنا على طهارتي وأردت أن ألبس الشراب بعد ساعتين أو ثلاث ساعات بعد الوضوء، جائز ولا إشكال في ذلك.